خلصنا، جربي تتصلي فيه هلا ممكن يرد عليكي، جربي هلا. تليفون مسكر. ماما يمكن بابا اتصل بسوانندي وترك معاه شي خبر، ويمكن ما خبره. سوانندي بنت مسؤولة وبتفهم، لو انه خبرها كانت خبرت البيت دغري. ممي رح اطلع لبرا ادور عليه. وين رح تدور عليه؟ يعني شو بيعرفك هو وين راح؟ ليكو اجا شرف. ها شو شبكي؟ شو يعني مو شايفتيني من قبل ابدا وانا هيك؟ ليش هيك ريحتك؟ عن جد؟ لهلا ما فهمتي يعني؟ مو هيك؟ بتوقع كان لازم اني كتر اكتر. الزوجة لازم تقدر تعرف كل شي باللحظة اللي بتشوف فيها زوجها قدامها. بعدي من وشي، يلا بدي فوت. وين كنت فهمني؟ وليش ما رديت على تليفوناتي؟ يا لاليتا خليكي ساكتة لشوفها. بابا تعال رح تركني. ما حدا رح يلمسني هون لو شو ما صار. تركني يلا، تركوني لحالي. نيرانجان خليني حاكي. احكي وين رحت وليش موبايلك مسكر كمان؟ ايه مين انت لحتى تسأليني هيك؟ عرفي حدودك معي، سمعانة؟ لاليتا اوعك تسأليني هيك اسئلة ابدا. انا السيد ماداف ومعروف كتير انا هون، صاحب هذا البيت كله، فهمانة؟ عم تسمعي؟ ايه. خالي فاتشي ليش هيك عم تضحكي ونحن بهالوضع؟ صحيح هو حالته سيئة هلا، بس سوالك حالتك أسوأ بكتير. منيح هلا يلي سوانندي ونيل مالهم بالبيت. شبكي شو القصة؟ ليش عم تطلعي فيني هيك وكأني عامل شي عملة كبيرة أنا؟ أنا ما رح خاف منك، تذكري هالشي منيح.